هذا الجهاز يقيس لي معامل الانكسار المواد السائلة. مادة سائلة، أي مادة سائلة أستطيع قياس معامل الانكسار لها. زين، شنو هو الانكسار؟ بالبداية لازم نعرف هو شنو الانكسار. الانكسار هو انحراف الضوء عن مساره عند انتقاله من وسط إلى آخر يختلف عنه بالكثافة الضوئية. نعرف أن الضوء هو شعاع الضوء يكون بشكل مستقيم، بس إذا مر من وسط إلى آخر يختلف عنه بالكثافة الضوئية، الكثافة مالته تختلف من وسط إلى آخر، راح يصير بيه انحراف. هذا الانحراف يدعى بالانكسار. زين، احنا هنا راح نجي معامل الانكسار. معامل الانكسار شنو نقدر نعرفه؟ هو النسبة بين سرعة الضوء بالفراغ إلى سرعة الضوء بأي مادة أخرى. نقدر نعرفه انه عامل الانكسار اللي نرمز له N small. مثل ها ما مبين عندي. إذا جاني تعريف معامل الانكسار أو إجتني مسألة، هنا بهاي التجربة عندي مسألتين، أو العفو عندي قانونين نقدر نحل به المسائل، اللي هو معامل الانكسار وقانون سنير. معامل الانكسار اللي هو N يساوي لي سرعة الضوء بالفراغ على سرعة الضوء بالوسط أو بأي مادة عندي. سرعة الضوء بالفراغ اللي هي نرمز لها V نوت أو C، اللي هي مقدارها ثابت 3 × 10^8 متر على الثانية. وسرعة الضوء بالمادة اللي هي V، كل مادة لها سرعة الضوء تختلف عن الثانية. يعني سرعة الضوء بالزجاج تختلف عن سرعة الضوء بالماء، تختلف عن سرعة الضوء بالبنزين، تختلف عن سرعة الضوء بأي مادة أخرى. زين، هنا قانون سنير. شنو قانون سنير؟ احنا قلنا انحراف الضوء المار من وسط إلى آخر يختلف عنه بالكثافة الضوئية. يعني شنو عندي؟ عندي وسطين، وسط أول ووسط ثاني. زين، قانون سنير شو يبين؟ إنه N1 sin θ i يساوي لي N2 sin θ r. يعني الوسط الأول، المعامل الانكسار مال الوسط الأول في j بزاوية السقوط يساوي لي معامل انكسار الوسط الثاني في j بزاوية الانكسار. ونقدر نعرفهم بأن كل من كل وحدة إنه N1 refractive index face medium و N2 refractive index second medium و theta i هي angle incidence و theta r angle of refractive، زاوية السقوط وزاوية الانكسار. زين، هنا عندي زاوية السقوط أما تكون أكبر من زاوية الانكسار أو تكون أصغر من زاوية الانكسار أو تكون مساوية إلها. زين، من تكون مساوية إلها ما صار عندي انكسار، يعني زاوية السقوط تساوي لي زاوية الانكسار ما صار عندي انكسار. الوسط الشعاع الضوئي مر من وسط إلى آخر دون أن يعاني منه أي انحراف، أو معامل الانكسار مال الوسط الأول يساوي له معامل الانكسار مال الوسط الثاني. بهاي الحالة أنه مساويات، يعني الـ N مساويات والزوايا مساوية. هنا راح ناخذ مسألة. احنا ايش قلنا؟ قلنا عندي ال قلنا عندي القانون الأول اللي هو مال القانون الأول مال سرعة المعامل الانكسار اللي هو N يساوي لي C على V، أو أقدر أكتب N يساوي لي V نوت على V، اللي هو معامل الانكسار يساوي لي سرعة الضوء بالفراغ على سرعة الضوء بالمادة. زين، معامل الانكسار قلنا نسبة بين سرعة الضوء بالفراغ على سرعة الضوء بالمادة. ما دام هو نسبة إذا هو خالي من الوحدات، N هو خالي من الوحدات، أما السرعة هي متر على الثانية. هنا السؤال شو يريد من عندي؟ What is the index of refraction in a medium where the speed of light is 1.5 في 10^8؟ هاي 10^8 مو 108، 10^8 هاي خطأ بالكتابة، 10^8 متر على الثانية. زين، أجي أنا أقرأ السؤال، يريد مني معامل الانكسار، معطيني سرعة الضوء بالمادة، speed of light هي مبينة بالمادة، لأن احنا سرعة الضوء بالفراغ نعرفها ثابتة مقدارها 3 × 10^8 متر على الثانية. راح نجي نكتب القانون، القانون عندي N يساوي لي C على V، N يساوي لي نجي نعوض ال C هي مقدارها ثابت 3 × 10^8 متر على الثانية، وال V 1.5 × 10^8 متر على الثانية. هنا
المتر على الثانية ويا المتر على الثانية تروح، 10 أس 8 ويا 10 أس 8 تروح، 3 نقسمها على 1.5 يطلع لي الناتج ان يساوي 2. فيها وحدات؟ لا ما بيها وحدات، لأن قلنا معامل الانكسار هو نسبة سرعة الضوء بالفراغ على سرعة الضوء بالمادة. زين، النوع الثاني من الأسئلة شنو يكون عندي؟ النوع الثاني، النوع الثاني من الأسئلة اللي هو يجيني على قانون سنيل. قانون سنيل اللي هو وين يطبق؟ يطبق من عندي وسطين، وسط أول ووسط ثاني. زين، هنا معطيني اياه array of light، شعاع ضوئي incident through glass، يعني مر أو سقط خلال الزجاج، with refractive index، معامل الانكسار مالته 1.52، دخل من الزجاج and water with the refractive index، وخرج من الماء اللي هو مقدار refractive index مالته 1.32. زين، what is the angle of refraction؟ يريد زاوية الانكسار، إذا مطيني زاوية السقوط مقدارها 25. اللي هي وين؟ بالكلاس. احنا عندي وسطين زجاج وماء، تبولي زجاج وماء، الوسط الاول هو زجاج والوسط الثاني ماء، فايش راح ارسم؟ اذا ما مطيني بالسؤال رسم لازم ارسم، تبولي طلاب هذا النوع من الاسئلة، اذا ما مطيني رسم لازم ارسم، واضح لي ان الرسم عليه درجة، راح اجي ما دام قال لي وسطين الاول زجاج والثاني ماء، راح اجي ارسم رسم اللي هو هذا الخط الوسط الأول الجلاس N1 مالته 1.52، والوسط الثاني الماء N مالته 1.32، زاوية السقوط اللي هي ثيتا R مقدارها 25، وزاوية الانكسار ثيتا R هو يريدها، يعني يريد what is the angle of refraction، يريد زاوية الانكسار. زين، ما دام عندي وسطين ومطيني زوايا، إذا ما أقدر أستخدم إلا قانون سنيل اللي هو N1 sin ثيتا I يساوي لي N2 sin theta R. نعوض كل من بما يساوي N1 1.52 اللي هو glass، sin 25 اللي هي theta R يساوي لي N2 اللي هو الwater 1.32 sin theta R. احنا ما نريد sin theta R، نريد theta R، فtheta R تساوي لي sin inverse اللي مقابلها على الوياها، الوياها 1.32 والمقابلها 1.52 في ساين 25. يعني بالحاسبة العلمية ناخذ 25 الساين إلها ونضربه 1.52 ونقسمه على 1.32 ناخذ الساين انفيرس إلها، بعدها راح يطلع لي ثيتا آر مقدارها يساوي تقريبا 29.1 درجة. هنا فوق الواحد تحطون درجة، هاي الدائرة الصغيرة اللي هي تشبه الخمسة بالعربي، هي هاي وحدة قياس الزاوية. بهاي الحالة انه استخرجنا هي زاوية الانكسار. زين، ايش كانت عندي زاوية السقوط؟ كانت عندي 25. زين، ومعامل الانكسار 1.52. زاوية الانكسار ثيتا ار بيها مجهولة طلعت لي 29.1. يعني هاي صار انحراف للضوء من وسط الى اخر يختلف عنه بالكثافة الضوئية. زين، هذا هو الجهاز، هذا الجهاز اللي احنا بالمختبر اذا نشتغل بهذا الجهاز اللي هو يستخرج لي معامل انكسار المادة السائلة. احنا المادة السائلة اللي نستخدمها بالمختبر هي محلول السكر في الماء بعدة تراكيز معينة. زين، هذا الجهاز، هذا التركيب الداخلي للجهاز، وهذا هنا بعد وضع قطرات من محلول السكر في الماء لتركيز معين داخل الجهاز من خلال العدسة العينية، راح نلاحظ هاي الدائرة اللي هي تتكون من اللون الأسود تدرج الألوان. بعد ما نصفي الألوان راح يطلع لي شنو؟ يظهر فقط اللون الأبيض والأسود، ونقرأ إليه. هذا كله من رسم من شكل الجهاز، هذا كله شغل المختبر، ما مطلوب من عندكم هسه، يعني إن نرجع للمختبر ونشتغل التجربة بإيدينا يلا يكون مطلوب من عندكم. هذا الجدول نفس الحالة والرسم البياني اللي تدخون به، تمام؟ زين، لي هنا هسه اكو احد عنده سؤال على هذا حتى نروح للبي دي اف اللي نزلت لكم اياه؟ لحظة خليني اشوف ايش كاتبين. فاطمة كريم، هاي نزلت لكم اياها.
This session is no longer being recorded. نزلت لكم هذا اللي نزلت لكم اياه الباور دزيته لكم يعني بعد ما كملت المحاضرة هي أخذت من عندي الشغلات بالإضافة للبي دي اف إيه ما بيها صح هاي المسائل ما بيها هسه خلي هي عندكم نزلت لكم اياه فاطمة البي دي اف نزلت لكم اياه لا نزلت لكم اياه الباوربوينت ما نزلت لكم اياه على ال تمام انزل لكم اياه اعطيكم اياه هاي البي دي اف اللي نزلت لكم اياه اوكي شنو بي البي دي اف شنو المطلوب من عندكم هاي النظريه كلها مطلوبه طلاب هاي النظريه كلها مطلوبه هاي بالبدايه عندنا تعريف الرفلكتيف اندكس من يجيك تعريف الرفلكتيف اندكس تكتب وياه القانون مالته لان يساوي سبيد اوف لايت ان ا فاكيوم اوفر سبيد اوف لايت ان ا سبستانس في نوت على في هاي تكتبه وهاي هنا يشرح لك شنو اللي راح يصير عند انتقال الضوء من وسط الى اخر يختلف عنه بالكثافه الضوئيه زين قانون سنيل احنا شرحناه اللي هو ان 1 ساين ثيتا اي يساوي ان 2 ساين ثيتا ار ايش وقت راح يصير هنا عندي من يصير عندي زاويه حرجه تمام اللي هي ثيتا سي زين شنو المبدا اساس عمل الرفركتوميتر مبدا the principle of a refractometer شنو مبدا عمله هذا اذا جاك مثلا جواب قصير ما هو مبدا عمل الرفركتوميتر مبدا عمله is based on the measurement of the critical angle اللي هو ثيتا سي هنا هذا مربع بمكانه ثيتا سي يعني هو الاساس قياس الزاويه الحرجه اساس عمله هو قياس الزاويه الحرجه مو بس تكتب لي critical angle لا is based on the measurement of the critical angle تمام هنا هاي يشرح لك اياه شلون هاي المنطقه من صارت المنطقه المظلمه والمنطقه المضيئه وشلون تخلص من عندها هيش هاي يشرح لك اياه هنا البروسيجر مداخل ما مطلوب من عندكم هذا من نشتغل بالمختبر يعني خطوات العمل مال المختبر والداتا والداتا شيت والرسم البياني نفس الحاله الابلكيشن مطلوبه لان النقطتين مال ريفركتوميتر كان بي يوز ان ماني ابلكيشنز such as ذن الاثنين النقطتين مطلوبات بالإضافة إلى أنه أسئلة المناقشة أسئلة المناقشة ذن الأسئلة الثلاثة المناقشة مطلوبات من عندكم تمام نجي هنا هاي الكتابة يد هنا مطين السؤال find the angle of incidence of following figure يعطيني الشكل هذا الشكل مطيني اياه هنا بالسؤال find the angle of incidence لا هي مو كان incidence refraction أو refractive واضح يعني يريد زاوية الانكسار هي مبينة زاوية الانكسار المجهولة اللي هي ثيتا ار راح نستخدم ما دام يقول لك زاوية اذا نستخدم قانون سنيل اللي هو ان 1 ساين ثيتا اي يساوي لان 2 ساين ثيتا ار ونعوض زين هنا انا معطيكم جدول هذا الجدول تحفظوه يعني احتمال بالمسألة مثلا من يجيك الهواء او يجيك ماء او بنزين او ملح او دايموند ما انطيك معامل الانكسار مالتهم، ليش؟ لان هذا الجدول لازم تحفظوه وتعوضون اللي مطلوب من عندكم. هنا الوسط الاول ماء والوسط الثاني هواء يعني انتقل الشعاع الضوئي من الماء الى الهواء. زين الماء مقداره 1.33 او 1.32 في ساين 30 اللي هو 0.5 يساوي ان 2
اللي هو شقد مقداره مات الهواء واحد في ساين ثيتا ار. احنا نريد ثيتا ار ناخذ الساين انفيرس لل 1.233 في ساين 30 اللي هو النص على 1 يطلع لي 41.8 درجة. هاي مقدار زاوية الانكسار. زين هذا هنا هذا الشرح مال قانون سنيل اللي هو N1 ساين ثيتا I يساوي N2 ساين ثيتا R. يعني عندي وسطين يختلفون من الكثافة الضوئية. ال N1 هو refractive index of face medium شرحناه هذه, والثيتا I والثيتا R. تمام زين هنا أنا عندي هذا السؤال find the refractive index for the unknown medium. هنا الوسط غير معلوم, معطيك اياه هذا الفيجر. الفيجر ثيتا اي معطيك اياه 35 والثيتا ار معطيك اياها 25, والوسط الاول ووتر ماء والوسط الثاني مجهول. فانت لازم تستخرج الان مال الوسط الثاني ان2. نفس الحاله نستخدم قانون سنيل N1 sin theta i يساوي N2 sin theta r. N1 اللي ما معروفة 1.33 في sin الزاوية الأولى اللي هي زاوية السقوط 35 يساوي لي N2 إحنا نريده. لحظة فاطمة شنو هاي الزاوية اللي منطيها؟ هي زاوية سقوط. زين مو هذا الرسم, مو الرسم منطيك إياه ماما, مو شوفي بالسؤال shown in the figure below. يعني الرسم من ارسم انطيش اياه, اذا ما انطيش الرسم فابين لك بان ذا انجل اوف انسيدنس كذا او ريفراكتيف كذا. يعني انطيش بين هاي زاويه سقوط او زاويه انكسار. لو انطيش الرسم واحط الزوايا عليه زين عوضنا كل ما بما يساوي راح يطلع لي N2 هي مقدارها 1.78 خالي من الوحدات. هاش بالرسم شلون عرفتي هاي زاوية سقوط شلون زاوية انكسار؟ من الأسهم. شوفوا هذا السهم اللي هو السهم هذا هسان دا أشر ما أدري بالماوس يبين يمكم ولا لا. هذا السهم اللي يم ثيتا آي يساوي له 35. ما دام السهم داخل هذه زاوية سقوط, وذا السهم من الجهة الثانية خارج هي زاوية انكسار. ما السهم اللي بالشعاع هذا الشعاع دائما السهم اللي داخل هو زاوية سقوط واللي يخرج هو زاوية انكسار. السؤال الثالث يريد الوسط. هنا مطيك مطيني, شوفوا هنا مش مطينا, مطينا الرسم من الرسم انه الشعاع سقط ونفذ من دون ان يعاني اي انحراف, ومطيني ثيتا اي وثيتا ار, بس مطيني الوسط الثاني سولت. شلون عرفت الوسط الثاني؟ لان الشعاع خارج, الشعاع الاول داخل اللي هو زاويه السقوط. يريد الميديوم الوسط, الوسط الاول الوسط الاول واحد سين. راح نهم نفس الحاله ما دام وسطين نستخدم قانون سنيل N1 sin ثيتا اي يساوي N2 sin ثيتا ار. من الشكل بين لي بان شنو عندي, صار عندي انكسار ما صار عندي انكسار, لان الوسط الاول الشعاع سقط ونفذ من دون ان يعاني اي انحراف. شنو معناته؟ معناته ثيتا اي يعني قلنا زاويه السقوط تساوي زاويه الانكسار, بهاي الحاله هو تساوي لي ثيتا. يعني ما اجي اكتب ثيتا اي وثيتا ار, نكتب ثيتا N1 ساين ثيتا يساوي N2 ساين ثيتا. زين راح ما دام ساين ثيتا وساين ثيتا مشابهات, او نسويها نسبه N1 على N2 يساوي ساين ثيتا يساوي ساين ثيتا. إذا نريد نقسم على ساين ثيتا يصير N1 على N2 يطلع لي الناتج واحد. شنو معناها؟ ما دام الزوايا متساوية إذا الـ N1 تساوي لـ N2. أما الوسط نفسيته أو إحنا إيش قلنا بالجدول؟ عندي اثنين, إذا نرجع للجدول شوفوا عندي اثنين مشابهات معامل الانكسار مالتها, البنزين والملح, البنزين والملح اثنيناتهم مشابهات. فراح نجي نكتب بأن شنو صار عندي؟ انه N1 تساوي لـ N2 using the table انه الوسط الثاني اللي هو بنزين, لان انا مطيني الوسط, العفو الوسط الاول هو بنزين, اذا الوسط الثاني مطيني اياه ملح, اذا الوسط الاول بنزين, لان N1 تساوي لـ N2 تساوي لـ 1. مش تساويات, يعني النسبة بين N1 على N2 هي ومقدارها 1, 1.5 على 1.5 هي 1. تمام؟ زين عندي هنا السؤال واجب. اي هذا السؤال واجب, منطيني بهذا السؤال واجب انتبه للرسم.
ثيتا هاي مو ثيتا ار، هاي خطأ هنا بالرسم، هي ثيتا اي. هاي ما دام زاوية الشعاع داخل اذا هي ثيتا اي، دخل شعاع بس هنا أنا ما خرج نوري، ماكو شعاع نافذ، ماكو شعاع خارج بين من؟ بين الوسط الاول دايموند والوسط الثاني الهواء، هنا ماكو شعاع خارج. شي يريد؟ يريد الانسيدنس انجل يعني ثيتا اي، زاوية السقوط. هذا واجب عليكم. نفس الحالة تكتب N1 sin theta i سو N2 sin theta r. N1 مال الدايموند مطيكنا اياها بالجدول، والN2 مال الهواء مطين اياها. ثيتا i sin theta i هو يريدها. الثيتا r هنا ايش قد راح تعوضها؟ هي هاي ايش قد تعوضون مقدار الثيتا r؟ هاي هنا يشرح لكم اللي هو NC على V، اللي هو مقدار معامل الانكسار، اللي هو ال N refractive index وال C speed of light in vacuum مقدار 3×10^8 متر على الثانية، وال V هي speed of light in medium هم نفس الحالة وحدتها متر على ثانية. هنا اكو احد عنده سؤال؟ هنا طلاب اكو واحد عنده نقطة شي معينة ما افتهمها؟